اليوم مستقبل الشاب العراقي مجهول، السبب هو الأحداث الإرهابية والسبب الاقتصادي والتداعيات الإرهابية التي تحدث في العراق. هنا يكون مستقبل الشاب العراقي مجهول. على الحكومة العراقية واليوم تقوم بتوفير الأمن وتوفير الأسباب، القضاء على الأسباب الاقتصادية والتدهور الاقتصادي لكي تكون من الشاب العراقي مستقبل راقي. ولذلك احنا على الحكومة العراقية اليوم تقوم بهذا العمل، وإذا لم تقم الحكومة العراقية الشاب العراقي عليه أن يقوم بنفسه، عليه أن يبادر بأمور: أولا القضاء على الطائفية، اثنين التصدي للأفكار الإرهابية التي أدت اليوم لبعض الشباب، أثرت في بعض الشاب العراقي. اليوم احنا بحاجة إلى توعية، بحاجة إلى ثقافة. وإذا تحدثنا عن المستقبل، مستقبلنا مجهول. مستقبل الشاب اليوم مرهون بالأوضاع الراهنة اللي دا تشوفوها والكل دا يعيشها، إنه هي أوضاع مجهولة. على الحكومات إنه النهوض بالطاقات الشبابية، النهوض بطاقات الشبابية وتثمين جهودها من خلال تثمين الجهود النشاطات الشبابية، والنهوض بها بدورات بمناهج بإعدادهم لكي يكونوا شباب المستقبل وقادة المستقبل. هناك الكثير من الجهود المغبونة بسبب أنه الشاب اليوم من يطلع ما مأمن على حياته حتى يرجع، حتى الأفكار أصبحت حبيسة الفرد، ما مثمنة. الدولة ما تسعى للنهوض بالشاب العراقي، وللأسف هذا حال يرثى له. يعني على الحكومة العراقية أولا توفير العمل للشاب العراقي اللي هو يخلصها من الإرهاب، لأنه نشوف نلاحظ بالتلفزيون من خلال التحقيقات نشوف الشاب اللي أعماره 16 سنة و18 سنة يتجه للإرهاب. شنو سببه؟ سبب البطالة اللي قاعد بالبيت. على الشاب العراقي اللي هسه حاليا شبه مسكين، يعني ما عنده فد منفذ، ما عنده كل آماله بانيها من بعد التخرج، يتخرج من الكلية المناسبة، يشوف نفسه مثل ما يقول صاحب شهادة، ما يشوف نفسه إلا مثل ما يقول بقطاع خاص يشتغل أو بأعمال حرة مثل ما يقول بعيد عن اختصاصه. بهيك حالة خلصنا من الكفاءات، مسحنا كل القوة اللي عندنا للشاب. الشاب اللي يمتلك كفاءات عالية بمجال اختصاصه سواء كان مهندس أو طب أو ولو الطب مثل ما يقول نبعد عنه، الهندسة وما دون نشوفه مثل ما يقول يشتغل بمجال الخاص. السبب شنو؟ السبب من الحكومة العراقية اللي ما قاعد توفر له الشيء المناسب. باني آماله يريد يحقق طموحه من بعد التخرج. احنا كثير من الشباب يصير حديث بيناتنا ليش ما تشتغل، يقول أنا انتظر أتخرج. يلا لما يتخرج هناك يشوف نفسه بالهواء، وين يتجه؟ فهذا السبب اللي يشوف الشاب العراقي مستقبله معدوم. اللي نلاحظه احنا في مجتمعنا وخاصه في العراق انه الشاب العراقي مجهول، يعني دعك انه دخل جامعه وتخرج من عندها لكن لا يعرف مستقبله وين زين وين يدور اصلا. مجرد انه يخرج من بيته يكسب لقمه العيش زين لتكوين نفسه، هذا اللي يقدر له الشاب العراقي. الواجب من الحكومة أنه توضع منهج زين للشاب العراقي، توعية إلى إحنا بحاجة توعية خاصة ثلاث الشباب العراقيين، وعين على الأحداث اللي دارت منها الانفجارات، القتل اللي صارت، الطائفية أثرت على الشاب العراقي بتقريبا 90% من عدد الاقتصاد زين، أثرت بهواي من عامل النفسي زين، يعني ما عرف شلون أنه أو ما قدر يوثق نفسه او يثبت نفسه كشاب عراقي يعني كواجهة للمجتمع.